دراسة تكشف أن 10% من النمساويين يحملون توجهات يمينية متطرفة. ثغرة في قانون الأسلحة بالنمسا تسمح بشراء أسلحة بدون تصريح. اتهامات لوزارة الزراعة بالتقاعس عن حمايات مياه الشرب من المبيدات. شركة شيفلا تعلن إغلاق مصنعها في النمسا السفلى وتشرح 450 موظفاً. عودة خط المترو أو أنس في فيينا للعمل الجمعة المقبلة بعد حريق مدمر. وأخيراً تطوير تطبيق على الهاتف يتيح قراءة بطاقة التأمين الصحي إيكارد. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا اليوم الأربعاء 27 من نوفمبر لعام 2024. أصدر أرشيف توثيق المقاومة النمساوية مؤشرا لقياس التطرف اليميني لأول مرة، وكشف أن 10% من المشاركين يحملون توجهات يمينية متطرفة واضحة. وأظهرت الدراسة التي شملت 2198 شخصا وأجريت في أبريل ومايو عبر معهد ماركت أجنت مواقف مثيرة للقلق، حيث رفض 36% من المشاركين العيش بجوار مسلمين. وسند التحليل إلى تأييد عبارات مثل شعبنا متفوق بطبيعته على الشعوب الأخرى. كما أبرز المؤشر تزايد معاداد السامية المرتبطة بإسرائيل. وأكد مدير الأرشيف أندراس كرانبيتا أن النتائج تؤكد أن التطرف اليميني يمثل تهديداً للديمقراطية في النمسا، مشيرا إلى تحديث المؤشر كل عامين لمراقبة هذه الظاهرة. أثرت ثغرة في قانون الأسلحة النمساوية تتيح شراء أجزاء مسدسات دون تسجيل اهتماما دوليا بعدما أعلنت يوروبول عن اعتقال تاجر أسلحة غير قانوني في بولندا. وكشف التحقيق عن تهريب المشتبه به لأجزاء أسلحة من النمسا وتجميعها وبيعها لشبكة إجرامية في أوروبا، منها عصابات نفذت عمليات قتل بالسويد، حيث ضبطت الشرطة البولندية عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر. وأكدت يوروبول أن شرطة الأمن النمساوية قدمت معلومات قادت للاعتقال. وتواجه النمسا إجراءات قانونية أوروبية بسبب هذه الثغرة. وأكدت وزارة الداخلية أن تعديل القانون بات ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. اتهمت منظمة جلوبال 2000 وزارة الزراعة النمساوية بالتقاعس عن حماية مياه الشرب من بقايا المبيدات على مدار 10 سنوات، رغم معرفتها بمخاطر مادة TFA الناتجة عن تفكك مبيد فلورتامون. وأكد التقرير أن الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الأغذية أوصت عام 2014 بتصنيف TFA كضارة بصحة الإنسان، وتعتبر هذه المادة الكيميائية دائمة بسبب صعوبة تحللها، وقد عثر عليها في مياه الشرب والمياه الجوفية والنهرية بأوروبا. ومن جهتها رفضت وزارة الزراعة الاتهامات، مشيرة إلى أن فلورتامون لم يعتمد أوروبيا منذ 2018 وألغي استخدامه في النمسا عام 2019. أعلنت شركة شيفلا الألمانية عن خطط لإغلاق مصنعها في بيرندورف بولاية النمسا السفلى بنهاية العام المقبل، مما سيؤثر على 450 موظفاً. وأبلغت إدارة الشركة العاملين بالقرار، مؤكدة الإغلاق التدريجي مع تقديم خطط اجتماعية لتخفيف التبعات. وأوضح المتحدث باسم شيفلا يوزيف كالينا أن المصنع يواجه صعوبات نتيجة تقلبات الطلب وضغوط الأسعار، إلى جانب منافسة شديدة من الشركات الآسيوية. ويذكر أن المصنع الذي ينتج مكونات للمركبات الثقيلة يعاني صعوبة في التكيف اقتصاديا بسبب حجمه الصغير، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتقليص 4700 وظيفة في أوروبا. أعلنت شركة فيينا لينين أن خط المترو أو أنس في فيينا سيعود إلى العمل بشكل طبيعي يوم الجمعة المقبل بعد الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي.
وأكدت الشركة أن عملية الصيانة وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية تسير بشكل أسرع من المتوقع، حيث يعمل أكثر من 300 موظف على مدار الساعة لإتمام الإصلاحات. وشملت الأعمال تركيب 50 متراً من القضبان وإصلاح الأسلاك الكهربائية مع إجراء اختبارات تقنية لضمان سلامة التشغيل. ورغم التوقعات الأولية بعودة الخدمة في ديسمبر، فقد سمحت التحسينات بتسريع الجدول الزمني، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق. كشف اتحاد صناديق التأمين الصحي وغرفة الأطباء النمساوية عن إمكانية استخدام الهواتف الذكية كقارئ لبطاقة التأمين الصحي إيكارد عبر تطبيق ماني إس فاو آب، ما يتيح للمؤمن عليهم تفويض أطبائهم للوصول إلى الملف الصحي الإلكتروني إلغا. ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تحسين الرعاية الصحية خلال زيارات المنازل والجولات الطبية في دور الرعاية والعلاج عن بعد. وصرح بيتا لينا وإدغار فوتشا بأن المشروع يمثل نقلة نوعية في رقمنة النظام الصحي، حيث بلغت تكلفته 600 ألف يورو، واعتمد على خاصيات NFC وأصبح متاحاً لجميع الأطباء المرتبطين بنظام إيكارد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.